اذا هذا اللقاء لقاء مهم جدا، وكنشكر المنظمين اللي هو مجلس المستشارين ومجلس جاليه المغاربه بالخارج، لان جاء في هذه المرحله المهمه، لان هنا بدا التنزيل الجوي المتقدمه، والهجره بصفه عامه والجاليه المغاربه في الخارج يلعب واحد الدور مهم فيما يخص وضع البرامج التنمويه بالجهه. فجهة سوس ماسة معروفة بالهجرة، لأن واحد الأعداد ديال يعني الناس اللي مشاو من لا أولا المغرب، المدن المغربية، ولا كذلك المدن ديال الخارج لا سيما في فرنسا. إذن كيلعب واحد الدور أولا في التنمية الاجتماعية ديال الجامعات ديالهم، دائما عندهم علاقة بالجامعات وكونوا جمعيات، ولا كذلك في الجانب الاقتصادي. وحنا كمجلس جهه اذا عندنا برامج، يعني عندنا نماذج في بعض الجماعات، اولا باش نوعيو المجالس الجماعيه، لما المجالس الاقليميه ولا بعض الجماعات يهتموا يكون الادماج ديال الهجره في البرامج ديالهم. وعندنا واحد ربما 11 ولا 13 جماعه اللي عندهم فضاءات للاستقبالات، دي سونتر داكوي ديال المهاجرين. وعندنا الجمعيه ديال الهجره والتنميه اللي لعبت واحد الدور مهم في العلاقه بين يعني المهاجرين والجامعات ديالهم. وهناك كذلك حتى المستثمرين اللي كيجيو، وعندنا لا سي جي ام ريجيونال اللي عندها علاقه ب يعني المهاجرين اللي كيستمروا في الجهه. اليوم حنا غنبداو في وضع برنامج تنموي للجهه للمده الولائيه لهذه 6 سنوات، وغادي ندير واحد المحور خاص للهجره والتنميه، لان اولا حنا جهه زياده على الهجره للخارج كنستقبلوا كذلك يعني المهاجرين. عندنا واحد العدد ديال المهاجرين اللي جاوا من اقاليم اخرى من المغرب باش يخدموا في الفلاحه، واللي كيعيشوا يعني في ظروف غير لائقه، وكيخص يكون الاعتناء بهم عندنا كذلك اخيرا الهجره ديال البلدان ديال الافريقيا، يعني لي بي سوب صحاريا اللي حتى هما واحد العدد كيجي كيخص واحد الاعتناء بهم، وهناك الهجره السوريين كذلك اللي كيجيو. اذا هاد الهجره بصفه عامه كيخص تكون الادماج ديالها في السياسات ديال الجماعات المحليه. في نظري واخا اليوم حنا على الصعيد الوطني هاد الاشكاليات ديال الهجره كيخصها تعالج في يعني في المجالات الترابيه، لان ملي كنشوف انا يعني الاهداف ديال الهجره كاين من بين الاهداف ديال التنميه المستدامه لي زوجيكتيف دو ديفلوبمون ديغابل. اذا كل انسان عنده الحق في السكنه، عنده الحق في الماء الشرب، عنده الحق في المدرسه، كاين حق الاطفال، حقوق النساء، هذا الشيء كامل كيتعلق بالمهاجرين. وهاد يعني الاهداف ما نوصلوها غير في المجالات، كيخص المدينه هي اللي تكلف بهاد الناس، المجلس الجهوي، المجلس الجماعي الى غير ذلك. شكرا.